أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه: اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وإنه ليس شيء أقرب إليك من نفسك، فإذا لم تعرف نفسك فكيف تعرف ربك؟ فإن قلت إني أعرف نفسي، فإنك إنما تعرف الجسد الظاهر الذي هو اليد والرجل والرأس والبدن، ولا تعرف ما في باطنك من الأمر الذي به إذا غضبت طلبت الخصومة، وإذا اشتهيت طلبت النكاح، وإذا جعت طلبت الأكل، وإذا عطشت طلبت الشرب. الدواب تشاركك في هذه الأمور، فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدري أي شيء أنت، ومن أين جئت إلى هذا المكان، ولأي شيء خلقت، وبأي شيء سعادتك، وبأي شيء شقاؤك. وقد جمعت في باطنك صفات، منها صفات البهائم، ومنها صفات السباع، ومنها صفات الملائكة. الروح حقيقة جوهرك، وغيرها غريب منك وعارية عندك، فالواجب عليك أن تعرف هذا، وتعرف أن لكل واحد من هؤلاء غذاء وسعادة. فإن سعادة البهائم في الأكل والشرب والنوم والنكاح، فإن كنت منهم فاجتهد في أعمال الجوف والفرج، وسعادة السباع في الضرب والفتك، وسعادة الشياطين في المكر والشر والحيل. فإن كنت منهم فاشتغل باشتغالهم. أما سعادة الملائكة ففي مشاهدة جمال الحضرة الربوبية، وليس للغضب والشهوة إليهم طريق. فإن كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرفة أصلك حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية، وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال، وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب، وتعلم أن هذه الصفات لأي شيء ركبت فيك، ولما خلقها الله تعالى فيك. فما خلقها الله تعالى لتكون أسيرها، ولكن خلقها حتى تكون أسراك، ثم تسخرها للسفر الذي هو أمامك، وتجعل إحداها مركبك والأخرى سلاحك، حتى تصيد بها سعادتك. فإذا بلغت غرضك فارمي بها تحت قدمك، وارجع إلى مكان سعادتك. ذلك المكان هو قرار خواص الحضرة الإلهية،
أما قرار العوام فدرجات الجنة. أنت تحتاج إلى معرفة هذه المعاني حتى تعرف من نفسك شيئا قليلا، فكل من لم يعرف هذه المعاني فنصيبه من القشور، لأن الحق يكون محجوبا عنه. إنك إذا شئت أن تعرف نفسك فاعلم أنك مركب من شيئين، الأول هذا القالب، والثاني يسمى النفس أو الروح. والنفس هو القلب الذي تعرفه بعين الباطن، وحقيقتك الباطنية يسمى قلبا، وليس القلب هذه القطعة اللحمية التي في الصدر، لأنه يكون أيضا في الدواب. وإن كل شيء تبصره بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذي يسمى بعالم الشهادة. أما حقيقة القلب فليس من هذا العالم، هو من عالم الغيب، فهو في هذا العالم غريب، وتلك القطعة اللحمية مركبه، وكل أعضاء الجسد عساكره، وهو الملك. ومعرفة الله تعالى ومشاهدة جمال الحضرة صفاته، والتكليف عليه والخطاب معه، وله الثواب وعليه العقاب، والسعادة والشقاء تلحقانه، والروح الحيواني في كل شيء تابعه ومعه. وإن معرفة حقيقته ومعرفة صفاته مفتاح معرفة الله تعالى، فعليك بالمجاهدة حتى تعرفه، لأنه جوهر عزيز من جنس جوهر الملائكة، أصل معدنه في الحضرة الإلهية، هو من ذلك المكان قد جاء وإلى ذلك المكان يعود. أما سؤالك ما حقيقة القلب، فلم يجئ في الشريعة أكثر من قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح جزء من جملة القدرة الإلهية، هو من عالم الأمر. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالإنسان من عالم الخلق من جانب، ومن عالم الأمر من جانب، فكل شيء يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية هو من عالم الخلق. والقلب ليس له مساحة وليس له مقدار، لهذا لا يقبل القسمة، ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق، وكان من جانب الجهل جاهل، ومن جانب العلم عالم. وكل شيء يكون فيه علم وجهل فهو محال، وفي معنى آخر هو من عالم الأمر، لأن عالم الأمر عبارة عن شيء من الأشياء لا يكون للمساحة والتقدير أي طريق إليه. ولقد ظن بعضهم أن الروح قديم فأخطأوا، وقال قوم أنه عرض فأخطأوا، لأن العرض لا يقوم بنفسه بل يكون تابعا لغيره. فالروح هو أصل ابن آدم، أما جسده فهو تبع للروح، فكيف يكون إذن عرضا؟ وقال قوم إنه جسم فأخطأوا، لأن الجسم يقبل القسمة والروح لا يقبل القسمة. وإن الروح الذي سميناه قلبا
هو محل معرفة الله تعالى، ليس بجسم ولا عرض، بل هو من جنس الملائكة. وإن معرفة الروح صعبة جدا، لأنه لم يرد في الدين طريق إلى معرفته، لأنه لا حاجة في الدين إلى معرفته، لأن الدين هو المجاهدة والمعرفة علامة الهداية، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن لم يجتهد حق اجتهاده لا يجوز أن يتحدث معه في معرفة حقيقة الروح. وإن أول أس المجاهدة أن تعرف عسكر القلب، لأن الإنسان إذا لم يعرف العسكر كيف يصح له الجهاد؟ اعلم أن النفس مركب القلب، وللقلب عساكر، كما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والقلب مخلوق لعمل الآخرة طالبا لسعادته، وإن سعادته في معرفة ربه عز وجل. ومعرفة ربه تعالى يحصل له من صنع الله تعالى، وهو من جملة عالمه. ولا تحصل له معرفة عجائب العالم إلا من طريق الحواس، وإن الحواس من القالب والقلب مركبة. ثم معرفة صيده ومعرفة شبكته. والقالب أي الجسد لا يقوم إلا بالطعام والشراب وبالحرارة والرطوبة، هو ضعيف على خطر من الجوع والعطش في الباطن، وعلى خطر من الماء والنار في الظاهر، ويقابله أعداء كثيرة. وإنك تحتاج أن تعرف العسكرين، وذلك أن العسكر الظاهر هو الشهوة والغضب، ومنازلهم في اليدين والرجلين والعينين والأذنين وجميع الأعضاء. وأما العسكر الباطن فمنازله في الدماغ، وهو قوى الخيال والتفكر والحفظ والتذكر والوهم. ولكل قوة من هذه القوة عمل خاص، فإن ضعف واحد منهم ضعف حال ابن آدم في الدارين. وجملة هذين العسكرين في القلب، وهو أميرهما، فإن أمر اللسان أن يذكر ذكر، وإن أمر اليد أن تبطش بطشت، وإن أمر الرجل أن تسعى سعت. كذلك الحواس الخمس، حتى يحفظ نفسه ويدخر الزاد للدار الآخرة، ويحصل الصيد وتتم تجارته، ويجمع بذر السعادة. وهؤلاء طائعون للقلب، كما أن الملائكة طائعون للرب تعالى لا يخالفون أمره. ولقد قيل: إن النفس كالمدينة، واليدين والقدمين وجميع الأعضاء ضياعها، والقوة الشهوانية واليها، والقوة الغضبية شحنتها، والقلب ملك عليهم، والعقل وزيره، والملك يدبر بينهم حتى تستقر مملكته. لأن الوالي وهو الشهوة كذاب فضولي، والشحنة وهو الغضب شرير قتال خراب، فإن تركهم الملك على ما هم عليه هلكت المدينة وخربت. فيجب على الملك
أن يشاور وزيره ويجعل الوالي والشحنة تحت يد الوزير، فإذا فعل ذلك استقرت أحوال المملكة وتعمرت المدينة. كذلك القلب يشاور العقل ويجعل الشهوة والغضب تحت حكم العقل حتى تستقر أحوال النفس ويتصل إلى سبب السعادة من معرفة الحضرة الإلهية. ولو جعل العقل تحت يد الغضب والشهوة لهلكت نفسه وكان قلبه شقيا في الآخرة. واعلم أن الشهوة والغضب خادمان للنفس، يحفظان أمر الطعام والشراب والنكاح، ثم إن النفس خادم الحواس، والحواس شبكة العقل وجواسيسه، يبصر بها صنائع الباري جلت قدرته. ثم إن الحواس خادمة للعقل، وهو للقلب سراج وشمعة يبصر بنوره الحضرة الإلهية، لأن الجنة التي هي نصيب الجوف أو الفرج محتقرة في جنب تلك الجنة. ثم إن العقل خادم القلب، والقلب مخلوق لينظر جمال الحضرة الإلهية، فمن اجتهد في هذه الصفة فهو عبد حق، وهو من غلمان الحضرة الإلهية. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعسكر، وجعلنا النفس مركبة حتى يسافر عليها من عالم التراب إلى أعلى عليين. فإذا أراد أن يؤدي حق هذه النعمة جلس مثل السلطان في صدر مملكته، وجعل الحضرة الإلهية قبلته ومقصده، وجعل الآخرة وطنه وقراره، والنفس مركبه، والدنيا منزله، واليدين والقدمين خدامه، والعقل وزيره، والشهوة عامله، والغضب شحنته، والحواس جواسيسه، وكل واحد موكل بعالم من العوالم، ويجمع له أحوال العوالم كلها. وإن قوة الخيال كالنقيب يجمع عنده أخبار الجواسيس، وقوة الحفظ كصاحب الخريطة يجمع الرقاع من يد النقيب ويحفظها إلى أن يعرضها على العقل. فإذا بلغت هذه الأخبار إلى الوزير يرى أحوال المملكة على مقتضاها، فإذا رأيت واحدا منهم قد عصى عليك كالشهوة والغضب فعليك بالمجاهدة، ولا تقتلهما، لأن المملكة لا تستقر إلا بهما. فإذا فعلت ذلك كنت سعيدا وأديت حق النعمة ووجبت لك الخلعة في وقتها، وإلا كنت شقيا ووجب عليك النكال والعقوبة. إن تمام السعادة على ثلاثة أشياء: قوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العلم. ويحتاج أن يكون أمرها متوسطا لئلا تزيد قوة الشهوة فيخرج إلى الرخص فيهلك، أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك. فإذا توسطت القوتان
بإشارة قوة العدل دل على طريق الهداية. وكذلك إن الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل، وإذا نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا، وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة. وكذلك الشهوة إذا زادت كان الفسق والفجور، وإن نقصت كان العجز والفتور، وإن توسطت كانت العفة والقناعة، وأمثال ذلك. واعلم أن للقلب مع عسكره أحوال وصفات، بعضها يسمى بأخلاق السوء وبعضها يسمى بأخلاق الحسن. فبأخلاق السعادة يبلغ درجة السعادة، وبأخلاق السوء يكون هلاكه وخروجه للشقاء. وهذه كلها تبلغ أربعة أجناس أخلاق: أخلاق الشياطين، وأخلاق البهائم، وأخلاق السباع، وأخلاق الملائكة. فأعمال السوء من الأكل والشرب والنوم والنكاح هي أخلاق البهائم، وأعمال الغضب من الضرب والقتل والخصومة هي أخلاق السباع. كذلك أعمال النفس هي المكر والحيلة والغش، وذلك أخلاق الشياطين. وأعمال العقل التي هي الرحمة والعلم والخير هي أخلاق الملائكة. واعلم أن في جلد ابن آدم أربعة أشياء: الكلب والخنزير والشيطان والملك. الكلب مذموم في صفاته وليس بمذموم في صورته، كذلك الشيطان والملائكة ذمهم ومدحهم في صفاتهم وليس ذلك في صورهم وخلقهم، وكذلك الخنزير مذموم في صفاته وليس بمذموم في خلقته. وقد أمر ابن آدم بأن يكشف ظلم الجهل بنور العقل خوفا من الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد إلا وله شيطان ولي شيطان، وإن الله قد أعانني على شيطاني حتى ملكته. وكذلك الشهوة والغضب ينبغي أن يكونا تحت يد العقل، فلا يفعلان شيئا إلا بأمره، فإن فعل ذلك صح له حسن الأخلاق، وهي صفات الملائكة، وهي بذر السعادة. وإن عمل بخلاف ذلك فخدم الشهوة والغضب، صح له الأخلاق القبيحة، وهي صفات الشياطين، وهو بذر الشقاء، فيتبين له في نومه كأنه قائم مشدود الوسط يخدم الكلب والخنزير. وكان مثله كمثل رجل مسلم يأخذ رجالا مسلمين ويحبسهم عند كافرين، فكيف يكون حالك يوم القيامة إذا حبست الملك وهو العقل تحت يد الشهوة والغضب وهما الكلب والخنزير؟ واعلم أن الإنسان في صورة ابن آدم اليوم، أما غدا فتنكشف له المعاني، فتكون الصور في معنى المعاني. فمن غلب عليه الغضب يكون في صورة الكلب، ومن غلبت عليه الشهوة يقوم في صورة الخنزير، لأن الصور تابعة للمعاني. وإنما يبصر النائم في نومه ما صح في باطنه،
وإذا عرفت أن الإنسان في باطنه هذه الأربعة، فيجب عليه أن يراقب حركاته وسكناته ويعرف من أي الأربعة هو، فإن صفاته تحصل في قلبه وتبقى معه إلى يوم القيامة. وإن بقي معه من جملة الباقيات الصالحات شيء فهو بذر السعادة، وإن بقي معه غير ذلك فهو بذر الشقاء. وابن آدم لا ينفك ولا ينفصل عن حركة وسكون، قلبه كالزجاج، وأخلاق السوء كالدخان والظلمة، فإذا وصل إليه ذلك أظلم عليه طريق السعادة، وأخلاق الحسن كالنور والضوء، فإذا وصل إلى القلب طهره من ظلم المعاصي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالقلب إما مضيء أو مظلم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلم أن الشهوة والغضب التي هي في البهائم جعلت أيضا في ابن آدم، لكنه أعطي شيئا آخر زيادة عليها للشرف والكمال، وبذلك تحصل له معرفة الله تعالى وجملة عجائب صنعه، وبه يخلص نفسه من يد الشهوة والغضب، وتحصل له صفات الملائكة، لذلك يظفر بالسباع والبهائم وتصير كلها مسخرة له، كما قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. واعلم أن للقلب بابين للعلوم، واحد للأحلام والثاني لعالم اليقظة، وهو الباب الظاهر إلى الخارج. فإن نام أغلق على القلب باب الحواس، فيفتح له باب من الباطن، ويكشف له غيب من عالم الملكوت ومن اللوح المحفوظ، فيكون كالضوء، وربما احتاج كشفه إلى شيء من تعبير الأحلام. وأما ما كان من الظاهر فيظن الناس أن به الاستيقاظ، وفي الحقيقة أن الاستيقاظ أولى بالمعرفة، لأنه لا يبصر في اليقظة شيء من عالم الغيب، وما يبصر بين النوم واليقظة أولى بالمعرفة مما يبصر من طريق الحواس. واعلم أن القلب كالمرآة، واللوح المحفوظ أيضا مرآة، لأن فيه صورة كل موجود، فإذا قابلت مرآة اللوح المحفوظ مرآة القلب حلت صور ما في أحدهما في الآخر، فتظهر صور ما في اللوح المحفوظ إلى القلب. ولكن إذا كان فارغا من شهوات الدنيا، فإن كان مشغولا بها كان عالم الملكوت محجوبا عنه، وإن كان في حال النوم فارغا من علائق الحواس طالع جواهرا من عالم الملكوت، فظهر فيه بعض الصور التي هي في اللوح المحفوظ. فإذا مات الإنسان تموت معه الحواس والخيال، في ذلك الوقت يبصر بغير وهم وبغير خيال. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين.